مساء الخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج وين ذا كراود عبر تلفزيون أبوظبي، معكم راشد وعمار. يا مرحبا بكم مشاهدينا، في بداية الحلقة نذكركم بلعبة وين ذا كراود. عندنا مشتركين يقدمون مواهبهم في الشوارع قدام الناس، والشاطر منهم اللي يجذب ناس أكثر حوله عشان يتقرب من الجائزة الكبرى وهي 5,000 دولار. طبعا أنا وعمار ياسين في سيارة البث الخارجي، وياسين نراقب ونشوف كل شيء يصير في الشارع. طبعا عندنا 5 كاميرات مخفية، وعندنا كمبيوتر ذكي يحسب عدد الناس اللي يوقفون يشوفون العروض هذه. وطبعا في كل حلقة عندنا 8 مشتركين، كل واحد منهم عنده 7 دقائق بس يعرض موهبته قدام الناس. على طول عمار خلنا نروح لأول مشترك. يلا. Hi, my name is Job. I'm 18 years old. I'm studying here in Abu Dhabi. I'm going to dance today. بدأوا الناس يا عمار يتجمعون، وهذه أهم لحظة. ملفت صراحة، أداء لحد الآن ممتاز. خلونا نروح مع بعض ونشوف. يلا بدأ الكمبيوتر، بدأ الكمبيوتر. Let's see Jerry. Jerry are you nervous? Yes I'm right. Nice, nice. 51. أنا اسمي ماهر الملك من سوريا، عمري 27، أنا صيدلي ومدرب رقص هيب هوب بريك دانس. ناس تصور ايه، وهذا كله في صالحه طبعا. You like this kind of dance? Yeah, of course. I like every kind of dance. الكمبيوتر الذكي رصد ونشوف العدد. يلا 50 لجيري. ظاهر بدأ يتقرب. 40. ظاهر يتقرب. شخص واحد، شخص واحد. My name is Elena. I'm 30 years old and living here in Abu Dhabi, and today I will sing for you. The snow glows white in the mountain tonight. Not a footprint to be seen. يا سلام والأطفال وياها. شوف 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 شوف. جميل. واو. جميل. واو. Don't let them in. Don't let them see. Be the good girl you always have to be. الناس اللي واقفة يعني أنا أشوف عدد جميل. دخلت البنت معاها الصغيرة. يلا خلنا نروح مع بعض نشوف كم حصلت. اوكي اوكي. ها ها قربت قربت من الرقم. هاي توترني. 52. أنا روبا البحيري، عندي 26 سنة. قولي لنا بقى هتقدم لنا النهاردة إيه؟ هقدم أغنية أما براوة للفنانة نجاة الصغيرة. تعالي بقى نشوف جبتي كام عدد. يلا بينا.
هيدي جامد يا رب. الله الله يا الله الله. عمرو بيوم، شادي مهدي، محمد مجدي، شادي وعمرو ومحمد، هتقدموا لنا ايه النهارده يا شباب؟ هيب هوب دانس. ايوه لبسوني وروقوني. يلا الكمبيوتر يورينا. بنعدي بنقرب بنقرب بنقرب، بعدنا 271 انفينيتي. انا اسمي صبري احمد ابراهيم. منورنا يا عم صبري. قول لنا بقى يا عم صبري، حضرتك هتقدم لنا ايه النهارده؟ هقدم لكم فقره عباره عن الكروبات. بص 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 بقى، الكاسات صعب جدا يا جماعه اللي بيعملوا ده والله يعني. وخدوا بالكم يعني عنده قدر عالي من الثبات الانفعالي والتوافق الذهني العضلي رهيب. لا اللي انتوا بتعملوه عم صبري قديم فيه اهو، واضح يعني ما شاء الله يعني. بيحسدوا لا انت تحسدوه. نشوف عدد الاصوات وعدد الناس اللي وقفوا اتفرجوا على عم صبري. تمام. حداد بيعد عد بيعد، لسه ما وصلناش لسه ما وصلناش لإنفينيتي. امسك نفسك. انا محمود الشريف ودي فرقتي. انا اسمي ديو سيريكوا. انا محمد ناصر. جمال الدين. احمد عيد. احمد عبد السلام. يلا بينا بنعدي بنعدي المية بنعدي المية، عدينا المية، داخلين على 150، داخلين على 200، وحبايبنا 271. تجهز نفسك، داخلين على 250. 200 بس كمان ده بيعدي 300. الله أكبر. و50. ألف مبروك للفايز عندكم، والحين دورنا نحن نعرف منو الفايز عندنا في بوضك. مرحبا، اسمي وسامة، وسامة زوحال من المغرب، عمري 23 عام، I'm a dancer. في طاقة. نعم. الطاقة هذه هي اللي تخلي الناس تتفاعل معاك وتوقف تشوف.
وتحس الستايل فيه كامل مال الهيب هوب ملفت. خلنا نشوف كم العدد اللي رصد ومنو منكم اللي بيربح الليله. بدت الينا ولا اسامه؟ 40 50 ايوه ايوه قرب 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 ايوه هارد لك قدمت لنا عرض جميل متعت الناس اللي كانوا واقفين يتابعونك ومتعتنا كلنا. شكرا على متابعتكم مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم ان شاء الله الاسبوع المقبل من وين ذا كراود. انا وراشد بنشوف وياكم مواهب جديده في ابو ظبي. سلام.